وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الحديدة مراسل غد محمد المغاربي. محمد، برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثي بسرقة غذاء اليمنيين والمساعدات المقدمة إليهم، ماذا لديك؟ نعم، المحنة إلى ذلك في أكثر من مرة أن الميليشيا الحوثية من أكبر مكاسبها أنها يعني تبقى على ميناء الحديدة هي الاستيلاء على المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى مجهود حربي لصالح قواتها العسكرية، وأيضا توزيعها على الموالين لها في جميع المناطق سواء في الحديدة أو في المحافظات اليمنية المختلفة. في الأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين من تحديدا، يعني سيطرت الميليشيا الحوثية على مساعدات إنسانية وعلى شاحنات لديها طوابع، يعني ركبت طوابعها بدل من طوابع المنظمات الإغاثية التي قدمت هذه المواد، ومنها برنامج الإغاثة أو برنامج الغذاء العالمي، ركبت طوابعها وشعاراتها على هذه الكراتين ولفتها بشعارات كربلاء بحكم أنها يعني تحقق أهدافها الطائفية داخل اليمن وتغير ديموغرافية المكان والمعتقد، تخدم أيضا المعتقد الديني الفارسي، يعني تحقق شعبية كبيرة داخل اليمن بأنها هي التي تقدم هذه المواد، تسرق يعني كما قال برنامج الغذاء العالمي بها أنها تسرق الطعام من أفواه الجائعين. نعم، هذا من أهم. طيب، ماذا عن الوضع على الأرض محمد؟ هناك اتهامات لجماعة الحوثي بالتحايل على اتفاق السويد وبالمراوغة من أي اتفاق يعني أبرم. نعم، ما زال الحوثيون يراوغون، يعني بلغت مراوغتهم على مرأة ومسمع كما حدث قبل أمس بأنهم دعوا باتريك للإشراف على مرور قافلة إنسانية، وبالعكس من ذلك حصرا وضعوه أمام أمر واقع لتسلم من الحديدة من قبل خضر السواحل المعينة من قبلهم. يراوغون بكل شيء. الآن القوات المشتركة بالنسبة للطرف الحكومي عاد مرة أخرى وفتح الحواجز الأرضية، الحواجز التي كانت منصوبة بالجرافات ليلة أمس، وبقي الطريق الآن سالكا لمرور المساعدات والإغاثات الإنسانية. هذا هو أول بند، وأرادت أن تذهب إلى بنود أخرى الحوثية بمراوغتها وبمحاولة إفشالها للسلام. الحكومة نفت أن يكون تم هذا الانسحاب من قبل الحوثيين، ألمحت في أكثر من بيان لها عبر وزير خارجيتها بأنه لا حل، يعني الآن عرت الحوثيين ووضعتهم أمام المجتمع الدولي بأنهم غير يعني مراوغين بالسلام وبأنهم غير قابلين للسلام. أكثر من بيان صدر عن الحكومة على لسان عسكر زعيل بأن الحوثيون يفوتون فرص السلام، وفي إلماح منه إلى الحسم العسكري. أيضا وزير الخارجية أشار إلى هذا الكلام، وكل المؤشرات تؤكد على أن الحوثيين لن يقبلوا بالسلام ولن يرضخوا ولن يسلموا ميناء الحديدة أساسا لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية. محمد المغاربي مراسل الغد، كنت معنا من الحديدة، شكرا جزيلا لك.